ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا أو موضوعنا راح يكون تكملة لما تكلمنا عنه عن موضوع الفنان شاروخان وعن فيلم الأخير جبهاري بيتسجل، وبالإضافة إلى ردود أفعال المعجبين. ففي أشياء إحنا شفناها يعني من كم يوم من مشاهدين أو معجبين شاروخان، فحابين ندردش معهم نعرف شو الموضوع اللي هم يبي يتكلموا معانا، وعندنا ردة فعل لأسئلتهم، وأي سؤال عندكم بعد رح نناقش فيه. موجود معاكم محمد سيف ريامي ومعاي الأستاذ عامر. مساكم الله بالخير يا شباب. عامر سالمين، منتج مخرج سينمائي. فننتظر أسئلتكم، وما شاء الله بدأ الناس تدخل علينا. أعتقد هي فرصة، لأن البارحة نحن وصلنا حلقتنا يعني عدد كبير، أصبح الناس شاهدت الفيلم الآن أكيد صح. من البارحة لين اليوم، وبالتالي يعني هم جزء منا أيضا، نباهم يشاركون، نتبادل وجهات النظر صح. نتبادل فيها وجهات النظر عن الفيلم يعني. مساء النور انتصار، مسي علينا انتصار بيبو. اوكي بيبو، كان بيبو هذا مال كريشما كابور صح، كان يقولوا عليها بيبو على ما اعتقد. بيبو انا اللي عارفه كارينا لاعب السابق انت بالكوره صح انا نسيت. بيبو اللقب يعني يدلعونه بيبو محمود الخطيب صحيح. مساء النور اس ار كي لبنان فان كلب، هذا الاخ من لبنان من معجبين شاروخان طبعا، بس ما شاء الله عليه يعني ريال متوازن يعني يرد عليك ولا شيء يعني. نعم بالعكس، الواحد يعني نحن دائما نقول الافلام مثل الكره يعني. نعم. في بعض الاحيان مثل ما تتقبل الفوز وتفرح فيه لازم تتقبل الخساره ايضا صحيح. بروح رياضيه صحيح. وتعترف تقول والله في خلل الان صح. اصبح في خلل صح. عشان تعالج الاخطاء هذه كلها لابد انك تعترف بالاخطاء هاي. نعم. ما تتكابر، نحن هذا صح. القصد ان نحن لنا رؤيه خاصه. انت حمد ناقد كبير ما شاء الله عليك، الله يخليك. لك رؤيه وليس فيها نوع من اني انا احب فلان اجامله. نعم. واتغاضى عن الاخطاء، لا، نحن هنا موجودين نبى نرفع ايضا، ونبى ايضا نتعلم ان نتكلم بامانه وبمصداقيه. نعم. هذا القصد منه فقط، نحن مش ضد شاروخان. شاروخان على فكره واحد من الناس اللي انا معجب فيه، يعني معجب فيه من جيل عامر خان وهذا سلمان ولكن خان. سلمان خان يعني هو الأول أنا كنت أعتبره، ولكن نعم. في الفترة الأخيرة آخر 5 سنوات تراجع. نعم تراجع، وتفوق عليه عامر خان وسلمان خان، تفوق على أكشا كومار أيضا، وأكشا كومار دخل نعم. على الخط أيضا. نعم. طبعا نفس الكلام أنا أقول لك يا، وأنا دائما لما أقول هالكلام الناس تقول لا أنت حاقد شاروخان، تحقد عليه يعني، تقول دائما تكذب علينا تقول أنك تحب شاروخان. يا جماعة الخير، فيلم جبهاري ميت سجل، أنا كتبت عن الفيلم وأستاذ عامر يشهد قبل ما ينزل الفيلم كم بوستات حطيت أنا أستاذ عامر في السينما، في السينما وفي الانستغرام مالي، وأقول امتياز لي راح يرجع شاروخان وما أدري وتوقعات وها كله، ما حد قال لي شيء، ما حد قال لي يا حمد ما شاء الله قاعد تهتم أنت، معناته أنت مهتم ديك ساعة، ما بس شافوا كذا قالوا أنت حاقد يعني. بدليل انا ما ابغى كنت اتكلم بلسانك، انا اكثر شخص كنت اختلف مع حمد برؤيته. حمد كان متوقع ان الفيلم راح يكون على مستوى عالي. نعم. لان يعني املي كبير كان في امتياز في كومبينيشن بين شاروخان بين امتياز يعني. نعم. كنت وايد متفائل، وايد متفائل. نعم. وانا كنت نوعا ما مش متفائل، هذه وجهات نظر يعني صحيح. مش متفائل فيها صحيح. لما نزل الاعلان والدعايه الرسميه للفيلم شويه ايضا خف الحماس الفيلم او طبيعه الفيلم. نعم. هذا شيء يعني واضح، هذا اللي نحن نقول صراحه فقط يعني. نعم. السلام عليكم من فاطمه. وعليكم السلام. زينب اكس 9، سلمان قام بالغاء مشروعه مع المخرج ريمو. انا والله ما عندي خبر عن الموضوع هذا. عنده خبر ريمو مخرج هذا المركس؟ سلمان خان عنده كان مشروع معه والغاه. ريمو ولا هذا ريمو ديسوزا على ما اعتقد. عرفت عندي خبر بالموضوع هذا؟ انا والله اول مره اسمع. ما اعرف اذا هو عنده هذا العمق في المعلومات، برافو عليه يعني. زينب هذه ما اعرف، زينب ما شاء الله عليها تابع الله. دون يقول بيبو كارينا كابور، انا ترى قلت هالكلام. ابراهيم، ايوه ابراهيم 569 يقول شو توقعاتكم لفيلم القزم؟ هل راح يكون قد الطموح ولا خيبه امل جديده على شاروخان؟ نحن البارحه تكلمنا عن إن هي مجرد الفكره عجبتنا. نعم. يعني شيء ايجابي، راح تشوف شيء مختلف
ولكن ندش في عمق الفيلم شو راينا هذا صعب، لما نفهم لما نشوف الصور لما نشوف ال فيرست لوك مثلا والامور هذه لما تنزل الدعايه منها نقدر نقيم الفيلم. نعم انا عندي بس تعقيب بسيط على هالموضوع استاذ عمر، ان الفيلم هذا اعتقد الحين هو في طور في بدايات التصوير، او ما اعتقد انه بعد خلص تصوير الفيلم، فيمكن ما صور لا صوروا مشهد على فكره صوروا مشهد في سلمان خان ضيف شرف بدأ التصوير يعني، لكن أنا أعتقد أنه ممكن يكون في تعديلات بسيطة إذا هم حسوا أن الحين خاصة بعد أنا قاعد أقول فشل فيلم جبهري ميت سجل فشل فني ترى على فكرة، واحتمال كبير أنه يفشل تجاريا، احتمال أنهم بيحاولوا يعدلوا في السيناريو، يمكن احتمال يعدلوا لأنه صارت كثير هذه أمور هذه في السينما الهندية والعالمية أيضا. طبعا تحصل عزيزي في بعض الأحيان تلعب يعني بخطة معينة وتفوز فيها فجأة تخسر المباراة، لما تخسر المباراة تعيد النظر بكل الأمور، تعيد النظر بذوق الناس، تعيد النظر بالخطة اللي أنت تلعبها، بأمور كثيرة هذه تحصل، حتى السيناريو ممكن يتغير على فكرة، وممكن على فكرة أيضا لا تتفاجئون بكرة، ممكن حتى بعض الأفلام وأفكار راح تلغي تلغي، يقول لك لا والله ستوب انا ما راح ابدا اصور هالفيلم لان وضعي اختلف، راح اختار افلام معينه، هذا ممكن نتوقعها يعني في المرحله الجايه. نعم هذا اللي ممكن راح يحصل. نعم سالم البلوشي السلام عليكم، هلا حمد وعليكم السلام اخوي سالم، لو تحط تليفون صامت لانه في ازعاج، هذه انا حركه اول مره اسمع عنها. اوكي قصدك اوكي صح، يعني يجيني يسمونه يجيني واتساب غيره. صح. هلا بالحب بتقول هلا بيك سينما دي اكس بي، انت حاقد على شاروخ خان مطلع لسانه، هذا اعرفه اخوي عبد الله النجار بس قاعد يتمازح وياه يعني. لا تتعرفني انت عبد الله انا ما حاقد على احد. استاذ عامر والله انك صعب لانك تحب ميتاب. صعب ليش؟ لا لا اصلا ما في مقارنه اني اقارن ميتاب، مش في السباق الان. نعم يعني ما عندي مجال اني اجامل. نعم. ميتاب موقعه مختلف عن ميتاب يعني موجود في دكه المدربين او مثلا هذا انت على الكوره يعني تتكلم. لا وصل مستوى. نعم. انه ما نقدر نتكلم عنه يعني. نعم نحن نتكلم الان عن وضع السينما الهنديه، نتكلم الان نحن بعد ظهور فيلم بوبلي، نتكلم بعد على فكرة ذكرتني حمد، نحن ليش فتحنا هذا الموضوع؟ إن شاء الله نحن في سينما راح نناقش بوكس أوفيس للفيلم شاروخان. نعم. وراح ننافس راح نناقش أيضا بوكس أوفيس لتوب لايت طبعا. ونحط أسباب معينة ليش فشل الفيلم رؤيتنا الفيلمين، وأيضا شو وضع بوليوود في الوقت الحالي حالياً. نحن ليش فتحنا هذا المجال؟ لأن نحن نحس إن عندنا رؤية معينة نبى نوصلها للناس. صح. عرفت كيف؟ لأن في مرحلة جدا مرحلة كبيرة ومرحلة صعبة لبوليوود على فكرة. صح. يعني صح. ممكن نحن نسبق حتى النقاد الهنود، مرحلة صعبة. أنا أقول لك يا صعبة ليش؟ لأن يعني ثري خان وصلوا لعمر معين. صح. يعني تحتاج أدوار معينة، وعلى فكرة عشان الصناعة تمشي ترى هي صناعة. نعم. مش موضوع شاروخ خان، هي صناعة. نعم. صناعة مثل ألمانيا تصنع مرسيدس وهذا، هذين يصنعون أفلام. صح. يعني مليارات فيها، وبالتالي اليوم الصناعة هذه لابد أنها تبحث عن بدلاء. نعم. هل البدلاء موجودين أم لا؟ نعم بعد أنا ما يعني أزيد في الموضوع أنه هو التغيير واجب، لأنه في شيء اسمه ميك أوفر، مثل ما سوى دليب كومار يوم دخل الخمسينات وقف عن السينما 5 سنوات تقريبا، ومثل ما سوى أيضا أميتاب باتشان يوم بعد فيلم خداقوة وقف عن السينما تقريبا نفس الشيء 5 سنوات. وأيضا حاليا من الممثلين مثل آمر خان سوى ميك أوفر، قاعد يمثل دور أب ويمثل دور كاركتر، يعني مش شرط انه يكون رجال الحبيب او يكون رومانسي. فاطمه تقول جبه هاري ميت سجل از بيرفكت، اي دونت ثينك اتس بيرفكت، ميبي اتس يور جويز اتس يور اوبينيون اوبينيون اي دونت نو وات تو سي. منو دارمندر انا يا اخوي بتقول
هاجر تضحك علينا، مو فاطمة، فيصل. أنا فيصل، سوري يا أخي، لأن اسمك كذي ما أعرف تقرأ. عبد الله سلمى دي إكسبي، ليش تكره شاروخان يا حمد؟ بعدك مواصل تمازح، خذ راحتك يا أخي، أنا ما أكره شاروخان. ما أعرف كيف أقدر أشرح لكم. SRK لبنان فان كلب، سؤالي ليش مواقع، أيوة يقول لك هذا SRK من لبنان، ليش مواقع عطوه 3.5 من 5 و3 من 5؟ أي مواقع؟ أي مواقع هذه؟ مثل IMDB، نحن أمس أنا تكلمت على الموضوع هذا، ترى موقع يجمع لك ناس، حتى الناس ما شافت الفيلم معجبين عميانين عطوه 10 من 10 في الويب سايت أو في الابليكيشن ويرفع لك الفيلم، بس ترى مع الأيام بتشوف الفيلم ينزل. في بعض النقاد على فكرة، أنا للأسف ما أعرف شو النقاد أنت قلت لهم، بس أكثر النقاد في الفيديوهات وفي الجرائد وهذا عطوه ما بين كم، عمر 2 أو 1.5، يعني في مجموعة عطت 1 واحد. واحد ونص، 2 2.5، وفي مجموعة عطت 3، القلة اللي عطوا 3 3.5. بس أنا حبيت أوضح الجزئية هاي، اعتقد ان في ناس كثير مو بعارفه صناعه السينما الهنديه او عالم التنافس. على فكره السينما الهنديه افلامهم مثل مباريات، حتى في امريكا ما عندها، نعم اتفق، صحيح ما عندها. السينما الهنديه عندهم تنافس مش طبيعي، ونحن هذا حاله خاصه السينما الهنديه، متابعينا من 30 سنه. صحيح. على فكره السينما الهنديه توصل عندهم مرحله يجندون ناس يروحون السينمات، يا اما يتكلمون فيلم بشكل ايجابي او سلبي. صح. يجندون الناس. صح. يعني عندهم. صح. نوع من التحدي، كانك طالع مباراه نهائيه. صحيح. هذه مش موجوده في دول ثانيه، في الهند موجوده، وبدليل على اساس انه نحن قبل ما يعرض الفيلم للعالم كله IMDb عطت 9 من 10. تدرون شو يعني 9 من 10؟ 9 من 10 يعني فيلم خارق، جاد فادر، يعني من افضل الافلام في العالم 9 من 10. تعالوا نسأل أنفسنا كيف حصل 9 من 10؟ هنا يصبح جنود. نعم. يتجندون لموضوع هذا على طول، يحطون الأرقام. صحيح. مجموعة معينة أساس ترفع الرقم عشان المشاهد لما يبدأ يشوف يقول لك أوه التقرير جيد، خلونا ندش فيلم. هذا جزء من التسويق. صحيح. نحن ما نباكم تدشون في العمق، نحن عارفين العمق هذا. خلوه إلهم وخلوه إلنا نحن كنقاد لنفهم الجزئيات هذه. نعم. بدليل ان شاروخان الشركه مالته الفيلم هو المنتج. نعم. اليوم واحد علق علينا في تويتر قال كيف انتم تتكلمون ان الفيلم فاشل وفاشل. أيوة. وفي جهات اعطتها هذه العلامات 3 3.5. هالجهات من اللي حط هذا عندهم؟ خذوا من الشركه نفسها. نعم. شركه شاروخان. صحيح. اللي فيلمهم راحوا حطوا 5 نقاد عطتهم يعني درجات مناسبة 3 3.5. زين وين النقاد الثانيين؟ ليش ما حطوا كلهم؟ نعم. حطوا الناس اللي هم يبونهم، اللي يبونهم. هذه. نعم. لعبة نحن نعرفها هذه، ترى لعبة. نعم. يعني أنا بإمكاني أرد على هذا الشخص بعد يومين أعطيه لستة كاملة الناس اللي حطت 1 1.5 و2. مستحيل شاروخان يروح يحط في موقعه الناس. نعم. اللي عطت درجات متدنية. طبعا. مستحيل. طبعا هو اللي حطاه دليل من ريتشليز، موقع ريتشليز. وريتشليز هي شركة شاروخان وغوري خان اللي هي زوجته. راح طلع منه قال انك ان هالفيلم اكيد انا بسوي منتج وانا بمدح منتجي، طبعا مش غيري راح يمدحه وراح انشره وراح بياخذ من عندي واحد، ما بتكون في مصداقيه. فهذا كلام يعني ليس في صحه. BAM909 بصراحه انا من معجبيك من بعد انتقادك للفيلم، وهونت اشوفه لان انتقادك يكون في محله دائما. اشكرك. الفيلم خيب التوقعات. ميدو بلوشي، نعم خيب التوقعات. فيصل يقول انا منصدم شلون الناس مو عاجبهم الفيلم ويقولون ممل. ما ادري، هذا واحد يقول انه منصدم انه هو الفيلم يعني بالنسبه له يمكن حلو الفيلم، ويقول كيف يقول على ممل. يعني نرجع ونيد نزيد في موضوع التقييم او في الرؤيه اللي تكلمت فيها. الفيلم مكرر لعدد كبير من الافلام، وشاروخان مو بموقعه الحين انه يمثل هالادوار، والفيلم ما في شيء. يعني الفيلم فيه شخصيتين على فكره. امس شفنا انا واستاذ عمرو فيلم امريكي اسمه بيج سيك. بيج سيك يتكلم عن واحد باكستاني كوميدي شو شور اللي هو في الكوميدي شوز، أمريكي. فيلم امريكي يحب واحده امريكيه،
الفيلم رومانسيته جدا طبيعي وجدا واقعية، وغير الكاركترات الموجودة معاه سواء كان أبوه أو أبو البنت أو أم البنت أو أبو الولد أو أخوانه أو أخوان، يعني كل الكاركترات لها أدوار قوية. هذا الفيلم ولا فيه كاركترات بالله عليكم، شاروخان وأنوشكا شارما طول الفيلم، والكاركترات الموجودة جدا عادية ومقحمة في الفيلم. يعني كيف بقول على الفيلم جيد ومش ممل؟ لا بس أنا حاب يعني الناس هذيل اللي ما يصدقون، ترى نحن ما نجبر حد إنه يمشي على كلامنا. العاقل إذا مثل الشخص قال لك الفيلم يا أخي مش بارد، الفيلم مش ممل، وهذا مو مشكلة، أنت سمعت وجهة نظرنا. عندك عدة مواقع، اكتب على جوجل اسم الفيلم واكتب ريفيو، شوف ردود الفعل النقاد من نفس البلد، الناس الثانية، اعمل لفة ما يستغرق منك إلا 10 دقائق. نعم. اعمل اللفة هذا عشان أنت تقتنع وتتعلم من الأشياء هذه أيضا. صحيح. اعمل لك لفة جوجل، اكتب اسم الفيلم واكتب ريفيوز. نعم. دش على ريفيوز، اقرأ 10 ريفيوز، خذ منه الأشياء اللي أنت تحس فيها بالفعل إن النقاد متفقين على جزئيات معينة. طبعا ايه سعدي يقول اخوي حمد ما قمنا نشوف البطل الشرير ديشمون في الافلام الهندية. والله هذه وضع السينما الهندية شوي مثل ما تكلمنا نحن تغير، ومثل قبل ما في شيء اسمه فيلن. الفيلن صار الحين شخصية محترمة، ويكون لابس كرافتة ويكون نظيف، ويكون مو بشرط مثل الايام قبل، ايام جبر سينج ولا ايام موجيمبو ولا ايام امرشبوري الله يرحمهم، يعني هذا المثلين. زينب بتقول رايك بفيلم عامر مع ميتاب، تعتبر اختيار كاترينا موفق مع الممثلة فاطمة بدر الدنقل؟ انا والله ما عمر خان ما لا يعلى عليه، فاطمة موجودة. لا لا عزيزي، الكاترينا دورها هي كبطلة الفيلم مع عامر خان، ولكن البطلة اللي في دنقل موجودة. لا هي قالت موجودة ترى، هي زينب كاتبة رايك بالفيلم مع كاترينا، هل كاترينا موفقة مع الممثلة فاطمة بطلة دنقل؟ هل اثنيناتهم يعني اوكي يمثلون مع بعض في هذا الفيلم؟ مش فارق، مش ما فارق. يعطي فارق لان طبعا. الفيلم مش عليهم. فيلم قصتها مختلفة، فيها شخصيات مختلفة. ما يعملون هذاك الفارق. وكاترينا دائما افلامها هي يعني ديكور لعنصر نسائي، يعني عرفت كيف؟ يعني ما اعتقد، يعني ما اعتقد يكون في السينما دي اكس بي يقول مش مسألة ممل، القصد ان الفيلم مش مستوى شاروخان. نعم اتفق ان الفيلم مش مستوى شاروخان، الملل موجود ايضا، ولا شو رايك؟ جدا موجود، ملل يقتل صراحة بالفيلم. على فكرة الفيلم عنوانه هو فيلم رومانسي، ولكن الرومانسية مش موجودة في الفيلم، والفيلم الرتم ماله بطيء جدا، وأصبح حديث عن الرومانسية أكثر ما هو فيلم رومانسي. نعم. يعني الدايلوج الحوارات كثيرة مملة، هذا اللي خلى الفيلم ممل. هاجر تقول يمكن يخلونهم أخوات، يمكن هاي قصده على فيلم عمر خان مع أميتاب. فيصل يقول بالعكس ما فهمت قصدك فيصل، شو يعني بالعكس؟ هل قصدك أن الفيلم هو ممل أصلا وهذا قصدك؟ هاجر تقول ويمكن ما لهم دور فاطمة كترينة، يمكن ما لهم دور في الفيلم فاطمة كترينة. ما حنا نعرف عنه لحتى الآن. طبعا هو فيلم حق ميتاب وأمر خان، هذا شيء أكيد. بتقول يقول إحنا بالكويت مقطوع 8 دقائق، وأنا من شفت التقطيع ما رحت، واللي خلاني ما أروح كثرة نقد الفيلم أيضا. يقول لك الفيلم مقطوع 8 دقائق، يعني مزين ترى هو مقطوع عندنا ايضا، احنا تقريبا 2 دقيقتين في مشهد في الفيلم، واعتقد القطع هذا ما ياثر على الفيلم، يعني ما اثر، يعني هو الفيلم حتى لو كان قطع منه نص ساعه انا اشوف ايضا ما راح ياثر، الفيلم سيء صراحه. عيسى يقول شاروخان من 7 سنوات افلام بين عاديه وبين مقبوله وبين غير جيده. طبعا هذا اللي موجود عند شاروخان، يقول لك عيسى افلام عاديه وبين الجي بين المقبوله وبين الغير جيده. هذه من الاعوام القديمه. انا رايح لامريكا فيصل. اوكي ما في شيء جديد. نعم ما في شيء جديد في الفيلم. هذه تقول هاجر. دون 787 يقول من افضل افضل بريت، من افضل بريتم ولا ايار الرحمن؟ طبعا ايار الرحمن، انت شو رايك؟ هذا سؤال على الموسيقى. أنا أحب الموسيقى. أنا في الموسيقى مش وايد، ولكن أنا أحب الموسيقى. الاثنين أعتقد أرتوب يعني. لا بس يا الرحمن، يا الرحمن عبقري يعني. عبقري يعني أنا لازم يعني العبقرية should be prized، عبقرية should be يعني تحترم أكثر، لأن هاي عبقرية إبداع ما بيسرقها مثل ما يسرقها بريتم ترى على فكرة.
افضل فيلم لشاروخان هو ماي نيمز خان. من بعد هالفيلم شاروخان افلامه عاديه وبعضها بايخه للاسف. هذا عيسى يقول نعم هذا الكلام اللي تكلمنا فيه امس. بريتم وادي قال نعم انت قلت قبل شويه. سين مدي اكسبي اتفق معك عيسى افضل فيلم له ماي نيمز خان. فيصل يقول ذوق الهنود. هاجر تقول صح اخر فيلم هو ماي نيمز خان ايضا تتفق. بي ار او 01 هل تظن ان سلمان خان في وضع خطير مثل شاروخان؟ شو رايك؟ والله السؤال جميل. منو هذا الاسم؟ هذا اللي سال مكتوب بي ار اي او 0 او 01. برافو عليك على هذا السؤال جدا. وانا بصراحه هذا السؤال يعني حاطنا على اساس ان حلقتنا هاي اللي بتكون في البوكس اوفيس. جميل. يعني بالفعل الناس الان تتساءل شو سؤاله ان منو يعني هل تظن سلمان خان في وضع خطير مثل شاروخ خان؟ انا اقولكم معلش يعني بعد ما نبى الناس انا قاعد اتكلم برؤيه فنيه. انا اقولكم سلمان خان يقدر يشيل بعمره بس شاروخ خان شويه وضعه صعب. وضعه صعب ليش؟ لان سلمان خان عنده قدرات انه يكون ممثل اكشن مع رومانس مع عمره. يعني ذكرنا بنفس اسلوب سنجدت. نعم. ممكن يستوي يعني عنده النفس. واكشن كومار عنده النفس ممكن. نعم. يتعدل. بس الوضع صعب لشاروخان لان شاروخان الابيرنس ماله ليميت. يعني مثل ما يقول لك الفيلم الاخير ماله يقول لك كيف فشل برغم انه هو لعب المباراه بالخطة اللي هو يعني يبدع فيها الرومانس وهذا هذا لعبته يقولون. صحيح. الزون ماله هذا. نعم. برغم هذا الزون ماله فشل فيه. نعم. هذه مشكلة أصبحت. يعني نعم. أنت كيف راح تشوف شكل شاروخان؟ هل راح تشوفها بالأفلام الأكشن والإبهار؟ نعم. والأمور هذا الناس ما بتتقبلها. صحيح. يعني عرفت كيف؟ أنا قصدي أدوات سلمان خان إنه يطول إنه يكون موجود ويطول مقوماته افضل عن شاروخان. نعم. هذا وجهه. نعم. نظري يعني. نعم. شاروخان انا يذكرني نوعا ما براجش كنا تقريبا بس ان راجش كنا فتره بسيطه. شاروخان ما شاء الله 25 سنه. شاروخان هو في حال تجارب كانت في السنوات الاخيره وهذا الفيلم اعتقد تجربه مفروض تكون هي التجربه الاخيره حق شاروخان انه يجرب نفسه بهذه الادوار. الحين جاء الوقت انه خلاص يغير ميك اوفر 180 درجه يدخل في ادوار فيها مينينغفول سينما مثل ما يسويها الحين اكشن كومار في السابق عملها عامر خان يمثل دور الاب يمثل دور الكاركترات في الافلام هذه وهو شاطر ترى عامر شاروخان يمثل الدور الواحد من الشعب الهندي. نعم. العام يعني البسيط. سلمان عمر شاروخ ما تروم تشوفه بهالدور. يعني انت تخيل بس ان شاروخان قاعد يمثل دور شو يسمونه مال اكشن كومار تواليت او المحامي في جوليا المحامي في. تخيل اذا كان شاروخان. الناس ما تتقبله لان شاروخان بطبيعته انه سوبر ستار. نعم. نجم لازم كل شيء يكون هاي يعني مثل افلام كارن جوهر. Yeah. يعني بيجر ذان لايف يسمونه. Yeah. بيجر يعني ذان لايف بس هو طلع في ديار زندقي السنه اللي طافت يعني بدور بسيط. بسيط بس هذا الدور مش ما تقدر تقول لانه بعد رومانسي وكان واحد من هاي يعني. نعم. ستايل هاي نعم. ما كان ستايل واحد. نعم. بسيط يعني. الموضوع هو القصد اللي يقوله الاستاذ عامر او انا اللي اقوله مش معناته الحين اكيد واحد بيقول زين اكشن بيمثل يمكن بيمثل كوميدي اوكي ما عندنا مانع يمثل اكشن كوميدي احنا قاعد نقول الظهور او البروز اللي يستوي فيه او الناس اللي تباه بالشكل اي يوم يطلع في الشاشه الناس صفق وتصفر وهذا الموضوع شويه يحاول يختفي عنه ويدخل بطريقه بسيطه جدا ما فيه مبالغه. عيسى شو اسمه عيسى دور زيده مشكله شاروخان ما يغير نفسه. نعم. هاجر لا سلمان احسن منه بمراحل تقول هذا عاد رايك. فيصل يقول شاروخان انا اشوفه قاعد يعدل من نفسه فان وكان فان يعني هو عدل نفسه في فيلم فان. احنا فان عندنا وايد اشكاليه على الفيلم هذا. نعم كان دوره جيد. انا من الادوار اللي عجبتني اللي هو دور طبعا الشخص اللي هو اللي المقلد العاشق شاروخان بس القصه الفيلم والسيناريو التغييرات اللي صارت فيها حطمت الفيلم وخلتنا حتى ننسى الفيلم صراحه. والفيلمين كانوا غير فان. واحده سوت عليه كذي اللي هي هاجر. فيلم واضح من دعايته. عيسى يقول ان الفيلم مو زين. زينب اكس تقول الخانات هم اسباب شهره بوليوود بالاضافه الى الجيل القديم اما الجيل الحالي ما لهم اي موهبه مجرد شكل واستعراضين اكثر من كونهم ممثلين.
الله هي نعم يعني السينما كلها في مراحل ولا كل شخص له فضل في السينما سواء كان ممثلين أو مخرجين، ولا ننسى الجيل الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات. أوكي كان تليفوني تسكر عشان الأذان طلع فيه. فيلم فان في جزء ثاني صار تخبط وتغيير في السيناريو. نحن نفس الكلام قلنا من الانترفل. أنا ليه حين أتذكر الموقف لما شفت الدعاية شو قلت لك بالتليفون؟ نعم. قبل ما ينزل الفيلم أنا لما شفت الدعاية قلت لك هذا الفيلم راح يفشل. صحيح. قلت لي ليش؟ قلت لك إن الشخصية الأولية اللي يحب شاروخان هي جميلة، بس بعد الاستراحة الفيلم نعم 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 لما تدش الشخصية ثانية. وهذا قلت لك يا وبالفعل فيلم نعم. اخترب نفس الاحساس. انا حتى حسيت هالاحساس ايه؟ من دعاية ثانية، مش التيزر، دعاية ثانية. ايه فان ترى هاجر تقول ترى نعطاه 2/5. نعم نحن عرفنا ترى نعطاه، وعلى فكرة انا اللي قبل عطيته 2/5 ترى يا يوم الثاني بالجمعة. احنا بدينا قبل. فيصل يقول فان سوى على كذي، انتم من صدقكم. يعني هو زعلان يعني ان انتم صدقكم ما عجبكم فان فيصل. لا انا عجبني الجزء الاول. الجزء الاول عجبني كله. خرب الفيلم. انا عطيت 3/5 على فكره. فيصل عطيت 3/5 لما دش في موضوع الاكشن والامور هتغيرت القصه. نعم. شاروخ خان لبنان فان يقول وعده نقاط من بوليوود لايف وهنغامه بس ناسينهم. يا بوليوود هنغامة عطوا 2/5 عاد هذه نحن عارفينها. بوليوود هنغامة في ترن أدرش، بوليوود لايف هذيل هم أصلا جماعة اليوتيوب، اليوتيوبرز، هذا اليوتيوبرز اللي يبون اشتهرون بتعاطفهم مع معجبين شاروخان، نجوم شاروخان. في ترى على فكرة وايد حسابات للأسف تتعاطف وتحب شاروخان عشان تكسب جمهور. نحن ينقالنا انتم قاعد تكسبون، تبون تكسبون جمهور على اساس تكسبون شاروخان. ما قاعد نسب شاروخان، قاعد نقول الحقيقه والواقع. انا عندي صفحتي حقيقه واقع، وعندنا سينما في السينما نتكلم بالوقائع والحقيقه. المشكله الناس على بالها نحن قاعدين نسرق الاضواء بهالطريقه. ما قاعد نسرق الاضواء، نحن قاعد نقول الصراحه. في هذا بوليوود لايف اللي تكلمت عنه اخوي من لبنان، ان هذول اصلا مجموعه موجوده في بومبي، عندهم يوتيوب بسيط، مؤسساتهم البسيطه، يبون يشتهرون، يبون يجيبون سبسكرايبر وايد، يبون دعايات، يبون اعلان في قنواتهم هم، وفي واحد ثاني بعد من القنوات هذه اللي عارفه في بوليوود. دون يقول الفيلم ما تعدى تقييم 3.5. لا اسمه دون الريال يقول لك الفيلم ما تعدى تقييم 3.5 اللي هو فيلم جيف هاري متسجل. ما تعدى، ما يتعدى أبداً. ابدا ما تعدى ابدا ما يتعدى. قله من الناس عطوه 3.5، قله اللي هم احنا اللي عارفينهم، عارفين شو سالفتهم، عارفين مثل ما قلت التجنيد اللي الحين رايحين السينما البارحه الصبح الساعه 10 لابسين لك فوانين مال جيف هاري متسجل والبندانه وحاطين عليها طلبة هذا من الجامعة، هذا ترى هذا مدفوع لهم جزء من التسويق. نعم هذا الجنود هذا نعرف نحن ايام قبل. تتذكر فيلم هم مال أميتاب باتشن من كانوا رايحين السينما الناس شايلين قلاصات مكتوب عليها هم، نفس الاغنيه مال رقصها تن تن تن، كان المخرج معاهم قاعد يمشيهم موكل اند هذا توفى. اوكي هذا دعايه هذه مسموحه، نحن نقدر نسويها، اي حد يقدر يسويها ما فيها شيء. هذا مش معناته ان الفيلم قوي واو، لا هذا دعايه ترى. انزين الصاوي يقول فيلم فان كان فيه رساله. الرسالة نعم كانت فيها رسالة. أنت أنا ما أتكلم عن رسالة، صار عمرو يحب يتكلم في هالمواضيع. رسالة يقول لك إنك لازم ما تعجب واحد يعني بهالطريقة الجنونية يعني حق المعجبين الهند، بس طريقة التقديم مالها في الجزء الثاني كان صراحة أوفر. الحين ليش نناقش على موضوع فان؟ الفيلم انتهى، انتهى وفشل يعني. نعم. تجاريا يعني ليش نحن نناقش شيء فشل وليش نجادل؟ نعم. الموضوع يعني الموضوع منتهي. طبعا هاجر تقول ما شاهد فان والله. فيصل هذا الكلام حقي وحقك بعد ابو سلطان. يقول شوفوا ترن كم معطي الافلام السخيفه. انا صح انا يعني فيصل هي يقول انا صراحه معاك يا فيصل، ترن ادش دائما الافلام السخيفه يعطيها علامات عاليه بناء على قوتها في البوكس اوفيس، يعني تخيل ان بوكس اوفيس. بس حاليا ترن ادش بدا يتغير. تيوب لايت على طول من اول ما نزل عطى 2/5 اول ما شافه، بالرغم انه في سلمان خان، بالرغم انه في تقريبا كم شاشه عرضتها فوق ال 1000 شاشه، ما ادري 2000 3000 شاشه في الهند، وما ادري 3000 شاشه في دول العالم، على طول قال على 2/5. خلاص بدا يحس بالخطر، لانه وايد انتقادات طلعت عليه، وهذا الفيلم ايضا اعطى 2/5، فطلعت وايد انتقادات عليه وبدا يحس انه في مشكله.
جاك جوسس عطاه ايضا 2.5 من 5. فما اعرف تأيدني عامر بالموضوع هذا. انا ايدك بس انا حاب ان الناس تفهم هذه الصناعه تدار بمليارات، تدار بمليارات. اتاكد بعض المواقع الرسميه، حتى الرسميه دائما يعني ما تحط لك التقييم الصحيح، دائما تتعامل مع نجوم بتقييم عالي. ليش؟ لأن عندهم جمهور كبير، وبالتالي هم أيضا يخدمون الأفلام هذه في تسويقها. حتى المواقع تخدم الأفلام في تسويقها، بدليل دش على موقع ترن أدرش بتلاقي إعلانات فيلم جب ويمت هذه متروسة، هذه مدفوعة الثمن. يعني في علاقة تكون دائما، هذول وصلوا مرحلة أنهم هم أيضا يساعدون بعض وأنفسهم عشان الصناعة هاي، عشان الموارد. صحيح. هذا القصد. بس الذكي دائما يتعامل مع كل، اقرأ 10-15 ناقد شو اللي كتب، منها تقدر تميز مستوى الفيلم بإضافة إلى عقليتك أنت كمشاهد. صحيح. طبعا الليت هذا مأثر علينا عمر، الليت الأحمر حلو يا بلوك. طبعا هني صابرينا سوسو تقول تحياتي للأساتذة، مساكم سعيد، الله يمسيك بالخير. في سؤال من بوليوود كافي، الخانات مهما كانت بعضهم أفلامهم مو بالمستوى، أهون على القلب من الممثلين الجذ اللي ما منهم فائدة وجودهم في بوليوود أمان؟ لا يعني أنا ما أتفق صراحة. يعني مهما كان، بالعكس يعني حاليا بيطلعون ترى نجوم، وردي طلعوا نجوم، ونحن تكلمنا عن الموضوع هذا، ما راح ندردش كثير، بس إن يعني وجود يحتاجون إلى وقت. نعم. دائما في مرحلة، يعني مثل لعبة الكورة، يصلون سن معين بعد يطلعون ناشئين. عمر السينما ما راح تختفي. صح. تأكد الآن هو الصراع الآن إنه في تأخير في إظهار النجوم، ولكن المؤشرات اللي باينة الآن في صناعة السينما في الهند بعد فشل سلمان وشاروخ وهذا، بعد وصولهم السن 52، نعم، تأكد إن خلال السنة سنتين راح يظهرون. طبعاً. وراح المنتجين والمخرجين راح يركزون على 3-4 معينين. صح. وراح أنت باشر تحبهم غصبا عنك وغصبا عني. طبعاً. يصبحون طبعاً. هم الواجهة. نعم. يعني دليل يعني أنا وعامر، وممكن عامر بس فرق بسيط بيني وبين، أنه كنا في فترة شو نحن نقول دهرمندر وبنود كنا وجتندر أميتاب سيرش كنا وهذيلا، بعدين دخلنا شوية في فترة سنيدة ولين الكابور جاك شروف سنجداد، يعني قاعدة تتغير الأمور جوفيندا، وبعدين دخلنا في فترة ال شو يسمونها الألفية، يوم دخل ظهروا شاروخان وعمر خان سلمان خان سيف علي خان، نوعا ما بسيط، ويعني الأمور هاي تتغير مع إيش، مع رؤيتك. يعني عندنا بوليوود ما في شيء اسمه بوليوود بنتهي، بوليوود موجود. نحن كنا، أنا كنت أقول في خمسة في بوليوود، دهرمندر أميتاب بنود كنا جيتندر راج كنا، إذا هذول راحوا وماتوا وشيء أنا خلاص ما راح أتابع بوليوود. هل في 4 ماتوا، 3 ماتوا، بنود وراج كنا ويسمونه شو اسمه، بنود وراج كنا اثنين باقي دهرمندر أميتاب جيتندر، يعني هل لو ماتوا يعني راح أوقف متابعة بوليوود؟ إن شاء الله بعد عمر طويل ما يموت، بس إن هذا طبيعي، بوليوود موجودة. نحن علشان كذي نقول اللي يحب سلمان، اللي يحب شاروخان، اللي يحب عامر خان، اتأكدوا خلال سنة ونص راح تحصل تغييرات كبيرة. طبعًا. هذا أمر واقع. طبعًا. والسن إلى دور. طبعًا. يعني بغض النظر أنت تحب فلان أو ما تحب فلان، تلقائيا ما راح تشاهدهم مثل ما شاهدتهم في بداياتهم، هذه واقعية يعني. نعم. طبعا زين بيكس تقول لا يوجد بديل الخانات مع أكشي وأجي، وطبعا بوجود أميتاب، طبعا هم موجودين هذي اللي ما نقول عليهم شيء. فيلم واضح من دعاية عيسى يقول دونشا من شاروخان، اتفق مع الأخ بوليوود كافي، مع الأخت قصد بوليوود، أنت تتفق أن هي نفس الشيء لا راحوا الخانات؟ لا نحن تكلمنا في الموضوع. حمد وسالم يمكن في قلة في جودة كتابة النصوص في الهند، يعني المشكلة مش في الفنان، من الكتاب نفسهم، أو ما في أفكار جديدة، شو رأيكم؟ المشكلة حاليا على الموضوع بوليوود أن هي المشكلة الكتابة الكتاب. أنا والله صراحة بعد بهو بلي
يعني باهوبلي تعرفون أنا في معلومة يمكن أستاذ عامر يمكن غفل عنها وما ما يعرفها. تعرف في الجزء الأول باهوبلي في لقطة في الفيلم تقريبا مدتها ربع ساعة قبل ما يتهاوشون أو في معركة، القبيلة اللي يتضاربون معاها لهم لغة خاصة، لغة غريبة، لغة من القبائل. تعرف اللغة سولها فيكابلوري، المخرج نفسه جاب واحد من القواعد قال أباك تخترع لي لغة، سوي لي فيكابلوري وحطه في الجوجل واخترع لي حروف ما حروف على اساس انهم يقولون هالكلمه، لغه هم اخترعوها حق الفيلم. يعني شوف الدقه والتفاصيل، معناته هذا شو؟ اهتمام. هذا الاهتمام انا اتفق معاك انه في باهوبلي شفته قلت في بوليوود حاليا مش موجود هذا الاهتمام كمقارب. يعني للاسف كتاب، اتفق معاك، في كتاب وايدين يعني بدوا يعني يكررون قصص افلام، يسوون ريسايكل حق افلام، خاصه افلام رومانسيه مثل فيلم جبهاري ميت سجل شفناه الاخير، هذا وايد ريسايكل يسوون، هذه المشكله. وغير مثل جاكا جاسوس كان ممكن يكون فيلم ماستر بيس، بس المشكله المخرج ضيعه في اقحامات غريبه. يعني ممكن هو يسوي شيء جديد فنيا بس ما عرف يعني كيف يضبطه، فهذه المشكله موجوده. أنا اتفق معاك اخوي سينما دي اكس بي عبد الله النجار، شو رايك عامر؟ نعم صحيح، الكتاب ايضا يلعبون دور، وفي نفس اللحظه الممثلين ايضا لهم دور كبير جدا، يتحملون المسؤوليه. نعم. وايضا الجمهور يتحمل المسؤوليه، لان في بعض الاحيان الجمهور للاسف لما الناس تشتغل بافلام جيده وراقيه ومستوى فني عالي ما يتقبلونه. الان لما يعني وصلوا ناس مرحلة أصبحت الأمور إجباري، لازم راح تتغير، إجباري راح تتغير. صح. هذا صبرينا تقول فيلم تجاري لا يحتوي على أي على لمسة فنية، تكرار وبس. نعم تكلمنا في الموضوع. هاجر تقول صح، بس إذا ما في نص جيد ليش يوافق؟ يقول لك ليش يوافق الممثل إذا ما في نص جيد؟ شو هذا الموجود هذا للأسف. نعم لا في يعني النص ما جاب هاري ميت سجل. تقريبا واضح انه ما في شيء جديد، يعني شاروخان لو اشتغل بمخه شويه باين انه ما في شيء جديد. ولكن في بعض الاحيان عشان ما نلوم الممثلين ولا الكتاب، في بعض الاحيان ولا المخرجين، في بعض الاحيان على فكره في نصوص تكون رائعه جدا لما تقراها وتنكتب بطريقه جميله. نعم ورائعه جدا. اتفق. بس لما تنفذها تختلف شويه. نعم. التنفيذ يغير نمط النص وفي صحيح. الواقع يظهر شيء مختلف. أتفهم. ايضا ما نلومهم، يعني في بعض الاحيان أتفهم. الممثل لما يقرا النص يلاقيه جميل يعني النص، ولكن لما يتنفذ ممكن يعانون بمشاكل، كانوا يعانون باشياء كثيره، تغييرات ويخترب. نعم. الشيء هذا. الاخ من لبنان شاروخان يقول ما رايك في شركه شاروخان في اف اكس؟ ما اعرف الشركه هذه، يعني جليز نحن نعرف ان شركته VFX. ما اعرف، ما شاء الله انت وايد ملم بشركه شاروخان. VFX اللي هي مال فيجوال افكتس، ما اعرف الامور هذه، بس ما مسوينا اعتقد شركه هم حق الفيجوال افكتس والامور هذه، ما يعني ما عندي راي لها شو، يعني شركه عنده وما شاء الله عنده فلوس وايش شاروخان. عيسى الفيلم ما في شيء جديد. نعم صبرينا هذا من الجديدين على بوليوود. من هو قصدك يا صبرينا؟ بتقول 77 اقترح لنا موقع يعطي تقييم حقيقي للأفلام الهندية غير MDB، لأنه موقع تقييمه يعتمد على النقاد والقصة. لا هالموقع ما يعتمد على النقاد والقصة، يعتمد على الجمهور. أنا عندي الحين هذا التليفون أحط فيه أبليكيشن ما أشوف الفيلم، فيلم بينزل بعد أسبوع مثلا أعطي 10 من 10 ويحسب لي أنا ويحسب لي عامر ويحسب لي غيري وغيري وغيري، بيطلع الأفريج ما شاء الله عالي والفيلم بعده ما نزل. فهذه هي المشكلة. نعم يكون في موقع يخص هذا الشيء. بينزل تقييمه مع الأيام. هاجر تقول نعم كلامك صحيح، أتمنى تقفلون سالفة فيلم شاروخان. راح نقفلها إن شاء الله اليوم، راح نقفلها، بس نحن فتحناها اليوم على أساس أن الموضوع اللي صار معاي ومع عامر، أنا صراحة حصلت شتائم يعني عشان كذا كنت أسوي لها سكرين شوت وأنزل لكم إياها عشان تحكموا بنفسكم. أنا إنسان ناقد سينمائي ومخرج سينمائي وأنا أحب السينما وأحب الفن، أنا ما أقبل أني أشوف فيلم ما في فنيات ما في أي شيء وأتكلم عنه، هذا شيء طبيعي. ما عندي بد مع أي فنان، ما عندي بد مع أي مخرج، ما عندي بد مع أي إنسان، أنا عندي بس بد مع الفيلم نفسه. فأنا تكلمت عن الفيلم هذا، يمكن أنا قاعد أتكلم عنه بزود ليش، أن هذا فيلم كبير
مهما كان هذا فيلم كبير. وراح واحد قال لي يا اخي سلمان خان فيلم تيو بلاد انت ما اعطيته نفس اعطيت شاروخ خان. سلمان خان اعطينا بعد اسبوع اسبوعين تكلمنا عن الموضوع هذا, بس للاسف في جمهور سلمان خان وايد كان متعصب وجمهور شاروخ خان ايضا متعصب جدا. يا اخي احنا ما عندنا مشكله, انا عندي بس رساله او كلمه اوجهها لمعجبين فنان معين. انت اعجب فنانك حبه, نحن بعد نحب فنان, عمري يحب اميتاب ويحب الباتشينو, انا احب درمندر واحب مثلا دنزل واشنطن, بس مو شرط اني احبه بشكل عمياني واتغاضى عن الاخطاء لانك انت لو انت تحبه كن صديقه وقول له الصراحه, اما اذا انت عدوه اكذب عليه وجامله على اساس انه يكرر نفسه مثل ما قاعد يسوي شاروخ خان وقاعد يكرر كل الامور هذه بسبه بعض العقول المراهقه. اتمنى ان تكفلون. نعم السلام عليكم بوليود بذكر, وعليكم السلام اخوي فيصل. يقول شفت الريفيوز وانصدمت. الحين هذا سمع الكلام, دخل فيصل وسوى لفه على جوجل وانصدم. يعني شوف انصدم, حط علامه واحد معرق. يعني نحن ترى يعني فيصل حبيبي نحن هذا القصد منه. انا اليوم لما اعطيك وجهه نظري يعني هذه معلوماتي, يا معلوماتي يعني ما اروح انا اكذب عليك او اكذب على شخص اخر. ليش؟ لان باكر الناس تقيمنا بهذه العقليه, بتقول هذا عقليه عامر في الفهم. انا ما اريد اضيع عقليتي على اساس اني انا والله ما اكره شاروخ خان ولا لا. المصداقيه هنا تكون الاساس. نعم. ليش انا قلت لك روح طالع؟ لان نحن مش قاعدين نغرد خارج السرب, نحن نتكلم عن الواقع مثل ما نحن شاهدنا هالأشياء. النقاد والجمهور أيضا شاهدوا هالأشياء. صحيح. أنت أعمل بالإجماع وليس كلامنا فقط. صحيح. عشان كذي قلت لك روح طالع جوجل, هل نحن قاعدين نتكلم في موضوع آخر والناس العالم تتكلم في موضوع آخر؟ لا, قارن لهذا بدون ما تحكم على رأيي. اسمع رأيي واسمع أراء الناس الثانية أيضا. نعم. أما يجيني واحد عاشق شاروخ خان والله أنت تتكلم أو عاشق سلمان خان أو عاشق عامر خان أو عاشق عامر خان, هذا قال ما قال يجلس يثبت لنا عاشق شاروخ خان. قال شفتوا أول يوم ياب مبلغ قوي. يا أخي هذا المبلغ متوقعينه نحن يوصل 17 حتى يوصل 20 مفروض متوقع. نعم. 18. المشكلة مش على المبلغ, المشكلة إن نحن قاعدين ننتقد المستوى الفني. نعم بالفيلم. موضوع المبلغ هذا خطير جدا. بيقولون اليوم كم واصل؟ 15 مليون. 15 مليون. يعني هذا فيلم ناجح. لا ما تنحسب كذي. أعطيكم أيضا متابعة أخرى, ترى عادة النجم الكبير أول يومين ثلاثة أيام فيلم راح يكون قوي لأن الناس تبي تشاهده. دائما اختبار الفيلم الحقيقي, اختبار الفيلم الحقيقي يبدا بعد الويكند. صح. اذا فيلم جيد متماسك. نعم. والناس حبته. نعم. تبدا تشوفه. صح. بعد ثلاثة ايام. اما صح. اول ثلاثة ايام هي الاعلان والدعايه نجوميه البطل. نعم. هي اللي جابتك للسينما. نعم. وليس مستوى الفيلم. نعم. المستوى الفيلم متى؟ بعد ثلاثة أيام الناس تيجي عندما تسمع الآراء الناس عقب تقول أنا أروح أدش الفيلم. Yeah. يعني إذا تبون الحقيقة تابعوه من يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. مثل ما تقول you can't ride the horse to the river. Yeah. But you can't force him to drink it. هذا دائما نقوله نحن. نعم. يعني يعني بالفعل يعني انك انت تروم تشيل الحصان توديه لين النهر. أيوة. بس ما تروم تقول له اشرب. تجبر اشرب. نعم. هذا الفيلم الجديد النجم يجبرك انك توصل عند السينما. نعم. وهذا بس ما يجبرك انك تتابع مره مرتين او ثلاث. نعم. ما يجبرك. انا نفس اخوي عامر سويتها وشفت ريفيوز وايد نفس كلامك. نعم. هذا طبعا بتقول بالود بذكرك شو رايك في تقييم اللي فيلم شاروخ 2 من 5؟ اتفق معاك تقييمك صحيح. بتقول اي وين امجد خان المجرم, اي وين يعني يشبه بمجرمين امجد خان. طبعا مش احنا كلامنا احنا مع شاروخ خان. والله استاذ عامر الناس صارت تعرف تنتقد الان وتعرف تقيم. نعم الناس صارت تعرف تنتقد الحمد لله. بالعكس معروف هذه الثقافه اللي نحن. نعم. بنوصلها. نعم. ليش نحن قاعدين نشتغل على الافلام قراءه فنيه على اساس ان الناس ايضا تشاركنا بالموضوع هذا. نعم. عيسى يقول كاترينا لا تعرف تمثل, امجد خان مات من زمان. اسماء كاكا تقول توا تابعكم اي فيلم قصدكم ممل؟ نحن نتكلم عن فيلم شاروخ خان الاخير جمهري 100 سجل. الشخص قال مو نحن. ايوه وفي شخص كان تكلم, نحن نتكلم عن الموضوع بشكل عام. بتقول سمعت اشهر مجرم امجد خان كانوا. نعم.
ادريس هلا في فيلم كويلا ساقط، او لاني معظم شباب يقولون سقط الفيلم هلا. هو يتكلم باللبناني سوري. هلا فيلم كويلا ساقط ولا ايه؟ نعم رسب. فيلم كويلا رسب. نعم نعم. واسباب رسوبه انه نزل كلاش مع مرتودنت ومع فيلم زدي ما سنة دي، والمرتدين كان ملميتاب في نفس السنة 97 ونجح بينهم فيلم زدي. وبقول لكم معلومة، فيلم كويلا كان أصلا بطلة رئيسي سنة ديول مع مادهوري ديكشت. كان ذيك الأيام سنة ديول ترى يعني يعتبر من سوبر ستار تسعينات في الفترة هذه، وفي كانت منافسة قوية مع شاروخان وغيره، بس إنه الدور ما لا كثير على ما بالدور، الفيلم نفسه يعني كان فيلم منتهي. راكي شوشان الله يسامحه سواها الفيلم. اللي يمدح فيلم هذا من جمهور شاروخان المراهق، أما إحنا جمهور شاروخان الناضج لا يرضينا هالفيلم. والله أنا عندي مشكلة مع كلمة مراهق وناضج، إذا اتفق معي أستاذ عامر، المراهقة مش بالعمر، المراهقة بالفكر نفسه. إذا أنت فكرك مراهق ومش ناضج، في ترى أعرف ناس والله ما شاء الله، عندنا واحد اسمه ياسر من المغرب عمره 14 15 من المغرب، بس ما شاء الله عقله نفس عقول الناس الكبار. مش يعني لا يعني خلنا نقول ذوقه عالي، ذوقه عالي يعني برغم ان سنه صغير ولكن نعم. ذوقه معلوماته اتساعه عالي، يعني ما يتقبل اي شيء، ما يتقبل اي شيء، هذا القصد يعني. نعم. بعض الاحيان هذا اللي نحن نبى، ليش النقد اليوم نتكلم عن الافلام؟ نحن ايضا نبى نساهم في وعي بعض الناس، انك مو بتدش الفيلم، تدش الفيلم وتيجي تقول والله اي فيلم ادشه وما تدري شو موضوعه شو قصته، لا ادخل الفيلم برؤيه معينه تعرف مفهوم الفيلم. اسماك لاني اثق برايكم بصراحه، تابعت كم فيلم من بعد تحليلك وفعلا اطلعتوا نفس كلامي، اشكرك اسماء. ياسر نيادي الفنان الاماراتي يقول للاسف انتظر فيلم ذا بيج سيك وشلوه من سينمات العين. تحياتي لكم شباب ومساكم سعيد. تحياتنا لك يا اخوي ياسر. ياسر نيادي طبعا موجود. لا مو موجود في العين، شلوه من العين على طول. ابو ظبي موجود، ابو ظبي موجود، تعال ابو ظبي شوفه. فيلم جميل يا ياسر. أيوة ما باك الطوفه صراحه، صراحه يعني من اروع الافلام اللي شاهدناها. هذا طبعا الكلام للاستاذ ياسر نيادي ممثل اماراتي ما شاء الله مبدع. احنا نتكلم عن فيلم ذا بيج سيك، انا حطيته في الانستغرام على الفكره، وكنا انا واستاذ عامر شفناه بالصدفه، كنا رايحين نشوف فيلم اسمه فيديا فيكرم اللي هو فيلم تامل، يعني معطاي علامة كبيرة لأنه قعد 9/10 في الاي ام دي لمدة شهر كامل. فما بصدفة رحنا شفنا هذاك الفيلم، فيلم جميل وانصحكم تشوفونه. نور نورة تقول أنا بعد حابك ميوزك، حابك ميوزك، والله أنا مش فاهم الكلمة، حبيت الموسيقى قصدي يمكن، حبيت الميوزك. مو بهاجر، هاجر تقول مو بهاجر، عايل مين مكتوب ها، هل هل هاجر، والله الأسامي ترى مكتوبة بسرعة نحن نقرأها اسمحوا لنا. أسماء كاك بوليوود كلها من بعد 2005 صارت بايخة بدون مستوى. لا ما اتفق، من بعد 2005 ما شاء الله في أفلام وايد معروفة، ما أريد أذكر الأفلام، وايد أفلام يعني ما اتفق هذا. في فيلم أحلى من فيلم بلاك 2005؟ لا من بعد 2005 تقول هي يعني قصده يمكن بلاك وخلاص في الستوب. لا نزل بازين في 2009 ما كان حلو باما الميتاب اللي مثل دور الطفل. لا ونزل هذا 2007 شو اسمه، نزل 2007 تاري زميبر مال أمر خان، نزل قجني في 2008، نزل فيلم تلاش في 2012، نزل فيلم بي كي في 2014، نزل فيلم دنقل الحين شو يسمونه 3 ايديس في 2009. نعم ماي نيمس خان في 2010 مش شاروخان، عشان ما تقولون احنا ما نقول حق اسامي فيلم شاروخان بعد. ايش الهاجري، ايش الهاجر، انا سوري اسمك ايش، ما رايك بعدها يسلم له، ما رايك في شركه شاروخان في اكس في اف اكس، ما اعرفها والله يا اخي نحن شو نبى بالشركه والله نحن وكتصوير شو رايك كتصوير، انه قاعد يمدح تصويرك الشركه لفيلم رئيس، كان تصويره الشركه نفسها لفيلم رئيس وان مصورينها، والله ما اعرف المعلومات انا هذه. انا اتشرف صبرينا ونحن بعد، انا اشوف سلمان ما يؤدي الرومانسي كويس. هاي صبرينا تقول ان سلمان ما يقدر يؤدي رومانسيه كويس، يمكن هي من مصر اعتقد، يعني قبل كان معروف سلمان في الرومانسيه يعني ما يحتاج، شوكليت بوي كان يعني. زين ما بعد هذا نفس اخوي شاروخان لبنان فن، سؤالك هذا ما فاهم مننا، ما رايك في شركه شاروخان في اف اكس وكتصوير رئيس، عجبني كثير، يمكن عجبك التصوير. اوكي التصوير ما له دخل الشركه في التصوير، تصوير مصور يصور، مصور يصور وعين المخرج. نعم عين المخرج، يعني على فكره في بعض الاحيان ناس كثير
يعني عنده لغط في موضوع التصوير، يقول لك والله أنا عجبني تصوير الفيلم. إذا أنت عجبك التصوير في الفيلم ترى هذه رؤية المخرج، يعني المخرج اللي يحدد الزوايا، يحدد الأماكن، يحدد الخلفية. هو شغل المخرج أيضا ياخذ كريدت أعلى منه، هذا القصد منه. نعم، بتقول يقول للمتابعين، يقول كلام للمتابعين، لازم تعرفون أنكم تتابعون ناس مختصة وفنيين في السينما، اثنينهم مخرجين، يعني رؤية سينمائية بحتة والله العظيم، يعطيهم العافية، والله يعطيهم العافية. أشكرك يا الحبيب، كلام يعني شهادة لنا. الهاجري بالعكس أفلامه قديمة كلها رومانسية، حق سلمان خان طبعا هالكلام، شاروخ خان لازم يفوق يفوق. ها من مصر، ها كلام يصلح، صبرين من مصر تعبت وأنا أول كده أول صح، لازم يفوق، لازم يقوم من سباته. هذا الصح. نعم. يعني ترى الناس ما تكلمت. إيدي عورتني. الناس ما تكلمت إلا لما وصلت مرحلة هاي. نعم. يعني مثل ما يقولون يفوق. يفوق. يعني آه. متى بيفوق؟ لما بيلاقي شاروخان متى بيفوق؟ لما بيلاقي الناس تتكلم. تتكلم عنه. أيوة. يعني نحن راح نخدمها، مفروض هو يعطينا فلوس. قسما بالله. يعني مفروض يعطينا فلوس، يقول لك هذيل وعوني. هو مو بقاعد يدور ناس تصفق له. نعم. في توقيت أو يطبل له. أو يطبل له. نعم. يعني شو يقول لك؟ يقول لك في بعض الأحيان كشف الحقيقة. كشف الحقيقة هي أفضل الطرق للوصول إلى يعني كشف السلبيات، عفوا كشف السلبيات هي أفضل الطرق للوصول إلى الحقيقة. نجاح. نجاح إلى نجاح. يعني أنت اكشف السلبيات عشان توصل إلى نجاح. سينما دي اكس بي يقول المشكلة الجمهور متوقع من الخانات سلمان عامر شاروخ ينتظرهم بأدوار مبدعة ومختلفة دائما، اتغيرت نظرة الجمهور حاليا، تبغي شيء إبداعي، شيء مختلف، فكرة مختلفة. نعم لازم تكون الفكرة قوية. الآن إيه نعم. والأيدة لازم تكون قوية. نعم الأيدة قوية. نعم. صبرين تقول أكشي ذكي. نعم. لا يتقبلون مو تقبلوا بشك شك دي إنديا وسواديس. يعني أيام شك دي إنديا وسواديس كان نعم أفلام جيدة كان شاروخ خان هالأفلام. بيكو شو يقول لارجر ذان لايف مو بيجر ذان لايف. صلح حق مين يعني لارجر ذان لايف مو بيجر ذان لايف. أنا بيجر ذان لايف. صح اوكي صح. شكرا لارجر ذان لايف. لارجر ذان لايف يا اسماء تقول انا من جمهور شاروخ خان وسلمان خان وعامر واحبهم، لكن السنين الاخيره دون المستوى كلهم، لكن عامر خان اللي منهم احسه ينقذ بوليوود، احيانا ينوع ويختار قصص انسانيه واقعيه اكثر. احنا تكلمنا في الموضوع كثير عن عامر خان، يعني اعطينا مرتبه عاليه. مونيش هو از يور فيفرت بوليوود اكتر يو اسك مي اجين يسترداي، هذا نفس هي اسك اس يسترداي هو از يور بوليوود اكتر ناو اجين هيز اسكينج هيز اي ثينك فروم انديا ماي بوليوود اكتر از هرمندر اند هيز بوليوود اكتر از اميتاب بچن سيم كويشن اند سيم انسرز. مو بهاجر والله اوكي سامحني وما اعرف يعني الهاجري لا. هل تعتقد بوليوود بذكرك يقول هل تعتقد ان ممثلي الجيل الحالي يتفوقون عن جيل شاروخ خان من ناحيه الشهره خلال السنين الجايه؟ ما اتكلم ما لكن بياخذون وضعهم. نعم ما تقدر تحدد، ولكن نحن لازم نتفق ايضا ان الجيل شاروخ خان وعامر خان وسلمان خان بصراحه قدموا وتموا على القمه لسنوات طويله وهذا يحسب لهم. نعم. يحسب لهم. نعم. بلوميرا 8042 تقول اعتقد لو مثل شاروخ خان عن شخصيه حقيقيه تاريخيه واقعيه مؤثره راح ينجح، شو رايكم يا استاذ؟ يعتمد على يعتمد على الدور الموضوع هو شو هو. نعم هو سوى فيلم شو اسمه تذكر مع كارينا كابور، فيلم تاريخي لو حد يذكرني اسم الفيلم، فيلم تاريخي تتذكره يتكلم عن حقبة البوذية وهذا كان جيد صراحة الفيلم. سنتوش سيفن كان هو المصور والمخرج أيضا للفيلم رسب. بس نعم رسب بس إنه هو يعني طلع في الدور الإمبراطور الدكتاتوري وهذا بشكل حلو يعني بغض النظر عن الرومانسية اللي كانت ذيك الأيام في 2001. What is the time in Dubai now? It is 9:05. Yeah, thank you to remind us because you want to have our dinner. Cinema DXP Amir Khan. قصدي يرد عليه. زينب X تقول رأي أستاذ عمرو في فيلم سلطان. شو رأيك في فيلم سلطان؟ فيلم سلطان فيلم جيد بصراحة. فيلم جيد وحقق نجاح. يعني ما نختلف ودور سلمان خان لايق عليه.
فيلم جيد. أنا بالنسبة لي عليه بعض الملاحظات بس أنا أعطيته 3/5 نوعا ما هو يعني، بس مشكلة التطويل في الفيلم كان وايد. دوره كان جيد. شو اسمه محمد، الفيلم من 2/10 محمد معطيه فيلم 2/10. شوفوا هذا محمد الظاهر غضبان وايد على شاروخان. شاروخان لبنان فان. أنا شاروخان بحسه كثير بنجح في أدوار مثل دير زندقي. دير زندقي كان دور جيد بس ما طو ما كان يعني للأسف يعني ما كان طويل وما كان يعني كان عطوا وايد اهتمام شوي أكثر في الكاركتر كان بيطلع حلو. دون رأيكم بفيلم سواديس وهل يستحق الفشل؟ سواديس أنا بالنسبة لي كان فيلم جيد صراحة، كان ما يستحق الفشل. فنيا جيد. كان فنيا جيد. نعم. نعم الفكرة جيدة ولكن للأسف مثل ما أنا قلت في بعض الأحيان الجمهور ما يتقبل هالأشياء. صح. تطلع أيضا فجأة. الجمهور في بعض الأحيان يشارك في أخطاء الممثلين في اختيار نعم. الأفلام. نعم. يعني تخيل لو سوديش نجح والأفلام الواقعية الأفلام الفنية عالية لو نجحت تلاقي الممثل راح يكرر نفسه. هو عشان كذا ما كرر نفسه. ولكن الجمهور مو بقادر يعني دائما يبى يشوفه بثوب معين. شراكة في فيلم بوهيميا الجديد راح ينجح نفس السؤال أمس إن شاء الله نتمنى ذلك. ياسر الحين ذكرناه بالخير من المغرب، السلام عليكم كيف حال؟ الحمد لله بخير ياسر، يسلم عليك عامر. ياسر منورم. لولين شاروخان مفروض من يغير اسلوبه في الاختيار. نعم تكلمنا في الموضوع صبرينا برايك من الشاروخان مستمر بهذا الوضع؟ ليش مستمر بهذا الوضع؟ هذا السؤال صراحة. هو مستمر بسبة الجمهور. الجمهور في نفس الكلام اللي يقولون في مصر الجمهور عاوز كده، حتى في مصر في الهند يقولون نفس الكلام، فيقولوا للمنتجين ترى الجمهور يباك بهالفورمة. انت عاشق فن ورومانسي نباك كذي، سني دول انت مال اكشن لازم نباك اكشن، سلمان خان انت ما نفع معك لازم ترجع لشغلات الاكشن كذي. هذه المشكله، ترى هذه المشكله. عامر خان ما يمشي مع هذا الموضوع. عامر خان يحب يغير، او في ممثلين يحبون يغيرون مثل اكشن كمار في الوقت الحالي، فهذه المشكله اعتقد بجامل تقول. وتحتاج جراءه من الممثل ايضا مش الجمهور فقط، الممثل ايضا مشارك بهذا الشيء. يعني الممثل ايضا لازم يكون جريء في اختيار الافلام. صحيح. يعني حتى لو ما تنجح بشكل كبير. نعم. نحن والله ما اعرف كم قعدنا في اللايف بس نشوف ان شاء الله باقي شيء بسيط. اعتقد ان شاروخان يجب ان يعود بفيلم درامي. نعم صحيح صحيح. صبرينا ايوه فيلم فان على وضع حده. ما فهمت انا. دونشا تقول كيف كانت ترويج زمان الافلام مثلا في فتره السبعينات والتسعينات ولا التسعينات قبل السوشيال ميديا؟ في الفتره الاخيره احس الترويجات هذه مبالغ فيها وميزانيات كبيره، وزمان ما كانت بهالطريقه. صحيح ولا لا؟ طبعا عامر تقول بعد بتكلم كيف كان. انا والله صراحه الترويج ايام قبل اتذكره كانت مجلات، كان الممثل له قيمه وزن. الممثل ما كان تشوفه في التلفزيون وايد، ما كنت تشوفه الا في المجلات معينه او تسمع في الراديو صوته. هذا بروح الوزن، هذا الثقل اللي تنتظره في السينما بفارغ الصبر. تشوف بوستر الفيلم في السينما ويحطوا لك ستيل اللي هو تشوفه حاليا ستيلز الصور من الفيلم يحطونها في السينما، تقول تشوف هاللقطه هذه ستيل صورتها، هذه شو اللقطه، شو معناتها هذه اللقطه، شو قاعد يسوي فيها درم درميتاب، شو قاعد يسوي هنا متن، شو قاعد يسوي وتروح السينما تشوفهم كذي بفخامه يعني. الحين لا، الحين نعم الحين ترى الوسائل التواصل وهذا نحن الكل يعني عادي يا شاروخان بتشوفه في اي مكان 24 ساعه بالجوجل بتشوفه تبحث عنه. طبعا الترويج يعني اجبر انه يكون بهذه الطريقه في ظل وجود التواصل الاجتماعي، في ظل وجود التقنيات الجديده. صبرينا تقول الو الو. نعم افضل خانات في الاختيار عامر خان. نعم اتفق. لولين ها تقول هالكلام. شاروخان فان كلاب ما رايك بشركه نفس السؤال عامر. شاروخان شو رايك في شركه شاروخان اف اف اكس وتصوير؟ انا هالسؤال صراحه سامحني يا اخوي من لبنان ما فاهم الناس. اخي نحن شرحنا لك، شرحنا لك وقلنا لك التصوير. شكلك اللايف عندك متاخر. اللايف عندي متاخر ما والله ما اعرف. زينب اكس 9 من بعد عامر من هو الممثل افضل اختيار المخرج هيراني في افلام القادمه؟ راجكومار هيراني. راجكومار هيراني اعتقد ما تفرق معه الممثلين. راجكومار هيراني ممكن اي ممثل على حسب السكريبت. على حسب السكريبت هيراني هو اظن من المخرجين والمنتجين اللي دائما يطلع بفكره جديده. نعم يشتغل على افكار يعني جديده. نعم. ما يعني عنده مشكله في الفنان ترى هو يعني افكاره دائما خارج الصندوق. نعم.
انا ما اتوقع بيواصل 100 كرور، ما بيوصل 100 كرور. اي فيلم قصدكم ما بيوصل 100 كرور؟ ما اعرف هذا، ما شاروخان اكيد يمكن. اوكي، هي هذه اللعبه، هذه اللعبه. نعم صح، يعني هنا نحن نتوقع اذا الفيلم سقط على يوم الاثنين ما راح يوصل، ما يروح يوصل 100 كرور. يعني نحن توقعنا ان اول يوم يجيب 17، ويا بظن 16، في ناس كتبت 15 وفي ناس كتبت 17. صحيح، يعني نحن نحسبها بالنص 16. اليوم الثاني، اليوم الثاني يوم السبت إجازات يعني عندهم، احتمال يوصل إلى 19 أو 18. بس المشكلة إذا تم على نفس الرقم أو أقل، هنا المشكلة. والاختبار الأكبر هو يوم الأحد. يوم الأحد دائما إذا الفيلم 27 ثانية عندنا بس الفيلم يسحب، يعني الأحد ممكن يجيب لك 22 مليون. نعم جماعة الخير، ما باقي عندنا إلا 20 ثانية، وإذا في أسئلة ما قدرنا نجاوب عليها ترى الوقت خلص من اللايف ورانا عشر.